أيها الإخوة أيتها الأخوات، سلام من الله عليكم ورحمة منه وبركات. في هذا اليوم من أيام شهر رمضان، شهر الرحمة والغفران، بعد أن ندعو لكم بقبول الصيام والطاعات، نعود إلى بحثنا في هذا اليوم حول المكر وأصحاب الكيد، وهم مجموعة أخرى من المجاميع التي ستواجه الإنسان القائد المؤمن المغير المصلح. أهل الكيد، ولذا نجد الإمام السجاد عليه السلام يطلب من الله تبارك وتعالى: وهب لي مكرا على من يكيدني. فعندنا مكر وعندنا كيد. الإمام يطلب أن يقابل الكيد بالمكر، فما هو الفرق بينهما؟ هناك مكر وهناك كيد، ربما البعض لا يفرق بينهما، لكن الإمام هنا فرق. وكأنه هناك فئة من الناس يستخدمون الكيد في مواجهة الإنسان المصلح المغير القائد. ففي قبال ذلك نجد أن هذا الإنسان يستخدم المكر وليس الكيد، فإذا لابد أن يكون هناك فرق بينهما، فرق بين الكيد والمكر. فالمكر كما قيل في الصحاح، في كتب الصحاح وعلى ألسن أصحاب اللغة، المكر هو التدبير الخفي، بهذا المعنى أنه أنت جنابك تخطط لعمل ما، وهذا العمل يستهدف شخص من الأشخاص قريب لك بعيد عنك، تخطط له بشكل خفي لحدث ما، لأمر ما، ممكن يكون هذا الأمر في ضرره أو يكون في فائدته. المهم هذا العمل يسمى بالمكر. أما إذا يكون هذا العمل علني وليس خفي، يعني يستخدم بشكل واضح وعلني، فعند ذاك يسمى بالكيد. فإذا الكيد هو نفسه مكر، لكن الفرق بينهما أن الكيد يطرح بصورة علنية، ينفذ بصورة علنية أمام الملأ، بينما المكر يحدث بصورة خفية، بصورة سرية. أنا أضرب مثال على ذلك. عندما تتعرض إلى هجمة تسقيط وهجمة إثارات ضدك من لدن أشخاص قد يكونون من الحساد، من الذين يكرهونك، من الذين عندك مشكلة قديمة معهم، هؤلاء يثيرون عليك اللغط ويثيرون حولك زوبعة من التهم، من الأراجيف، من الأكاذيب، هذا يسمى بالكيد.
هذه العملية عملية التسقيط، عملية الهرج والمرج التي تتعرض لها تسمى بالكيد. فهل تسكت على كيدهم؟ تصمت وتسكت؟ إنه إذا سكت راح يحققون الهدف من ذلك، أم تحاول أن تقابلهم؟ هل تقابلهم بمثل عملهم؟ لا، المصلح عليه أن يستخدم أساليب حتى لا يزيد الإثارة ضده، حتى لا يزيد المشكلة عليه. سوف يستخدم الخطط الخفية لإيقاف كيد الكائدين، لوضع حد لهم. ممكن تكون هذه الخطط ممكن تكون إيجابية، يعني هدفها إيجابي، هدفها خير، وممكن لا، ممكن تكون أهداف صارمة، يعني تكون أهداف طبعا هي خير لكن تسبب الضرر لهؤلاء أصحاب الكيد. فإذا نحن أمام أمرين، أمر المكر الذي هو من خطط وأعمال المصلح، يحاول أن يستخدم المكر بذكاء وخطط رصينة قوية في قبال أهل الكيد وأهل الغدر. طبعا هناك فرق بين الكيد والغدر، لكن حتى لإيصال الموضوع إلى مسامع الأخوة، فالكيد هو أسلوب الإثارة، أسلوب التهريج، أسلوب التسقيط، وهي طبعا شيء بديهي، كل مصلح وكل مجاهد سوف يستخدم ضده هذا الأسلوب، كما كان مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، استخدموا الكيد بشتى أنواعه، اتهموه بالجنون، وكان أبو لهب يسير خلف رسول الله ويقول هذا محمد وأنا عمه وأنا أشهد عليه بأنه مجنون، هذا كيد. مرة الإنسان المصلح، الإنسان التقي، الإنسان المناقبي الرسالي لا يستخدم في قبال ذلك، يترك الأمر إلى الله تبارك وتعالى، الله يرفع عنه البلاء ويرد كيد الكائدين. مرة لا، يقابل ذلك بأن يضع خطة مدروسة حتى يردع هؤلاء، يردعهم عن غيهم. ممكن تكون هذه الخطة تسبب ضرر، كعلى سبيل المثال إذا كان هؤلاء أهل الكيد إذا كانوا ينطلقون من أشياء غير صحيحة، فهو كأنه ظلم، استخدموا أساليب دنيئة في الإثارة، فمن حق الطرف المقابل المتضرر أن يستخدم نفس الأسلوب حتى يردعهم. على سبيل المثال يحرك عليهم ملفا قضائيا بالسرقة، هذا طبعا هذا يجب أن يكون بأسلوب خفي لا يصل علمه إلى أولئك، لأنه إذا وصل علمه إلى الكائدين أهل الكيد سيتسع كيدهم ويزدادون كيدا عليه. فمن حقه أن يحرك ملف من الملفات ضد هؤلاء أهل الكيد ليردعهم. إذن عندنا المكر على نوعين،
هناك مكر إيجابي خير وهناك مكر سلبي. المكر الإيجابي هو الذي يعمل على الإصلاح، يعمل على التغيير، الذي يستهدف تغيير الأمة، وإضافة إلى إيقاف أهل الكيد عن كيدهم. على سبيل المثال المكر الذي ورد في القرآن الكريم منسوبا إلى الله تبارك وتعالى، هل هذا المكر هو مكر شرير؟ كلا، الله تبارك وتعالى لا يحتاج إلى استخدام المكر السيء، الله تبارك وتعالى هو أعلى من ذلك، أعلى شأنا من ذلك. وعندما القرآن الكريم يقول ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين، هذا يدل على أن الله تبارك وتعالى أيضا يستخدم المكر، يستخدم الخطة الخفية الفنية الدقيقة في مواجهة أصحاب الكيد. فإذن هذا مكر خير، وهناك مكر سيء. المكر السيء عندما تخطط للتأثير في الآخرين، تخطط لتوريط الآخرين، هذا مكر سيء. ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. أنا أضرب مثال على ذلك، على المكر السيء والمكر الحميد. مثلا جنابك تريد أن تقرب وجهات النظر، تريد أن تصلح بين شخصين، بين قريبين، بين رفيقين، فتدعو أحدهما إلى بيتك وتدعو الثاني بدون أن علم، بدون أن يعلم الثاني بأنك دعوت صاحبه الذي يغضب عليه. في مرة واحدة يتفاجأ الاثنان بأنهما أصبحا وجها لوجه. هذا طبعا مكر خير، هاي خطة حكيمة جنابك استخدمتها في إصلاح ذات البين، جمعت بين اثنين مختلفين متضاربين، اثنان متخاصمان، جمعت بينهما من أجل الصلح. هذا يسمى بالمكر الخير، ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. ونحن على هذا النهج، أن يكون المكر مكر خير. وهناك مكر سيء، مثلا تورط إنسان، تورطه وأنت عندك هدف تريد أن تسقط سمعته في المجتمع، تقول له اشتري بيتا، يقول لك ما عندي مال، فتقول له بإمكانك أن تستدين المال من فلان تاجر أو من فلان مصرف أو من فلان بنك، ويذهب ليستدين ثم يشتري الدار، ثم بعد ذلك ما عنده الرجل حتى يدفع دينه فيؤثر على سمعته، فهذا عملية تسقيط، هذا مكر سيء. أنت صحيح في الظاهر نصحته، لكن في باطنك، في قرارة نفسك، في قلبك استهدفت تسقيطه، هذا هو مكر، ومكر سيء. وفي مجتمعاتنا يحدث كثير مثل هذه الحالات. وعندنا أيضا مكر سيء ومكر شرير. مثلا على سبيل المثال القرآن الكريم، القرآن الكريم عندما أراد يشير، القرآن إشارة واضحة، عندما أراد يوسف عليه السلام أن يستقطب أخيه بنيامين، ماذا عمل؟ كيد. هذا الكيد يعني شيء علني،
نادى منادي الملك ضياء صواع الملك ونادى أنكم لسارقون، فجاءوا إخوة يوسف يبحثون عن صواع الملك فوجدوه في بضاعة أخيه بنيامين. اعترضوا قالوا خذ أحدنا، قال لا نأخذ من كان عنده سواع الملك. بهذه الطريقة بهذا الكيد، هذا كيد، هذه خطة، هذه خطة معلومة مش واضحة وليس مكر. فبهذا الأسلوب بهذه الطريقة تمكن يوسف عليه السلام أن يعيد أخيه بنيامين إليه ويبقى معه بهذه الطريقة. وإذا القرآن الكريم يقول وكذلك كدنا ليوسف، كدنا الكيد هنا، هذا الكيد هنا، هذا الكيد الخير، وكذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك. إذن ما كان بإمكانه، ما كان هناك طريق ولا أسلوب حتى يستطيع أن يأخذ بنيامين إليه إلا بهذا صحيح. هذا كيد. وعلى عكس ذلك هناك كيد شرير وهو كيد زليخة، ما قامت به من فعل عندما دعت يوسف إلى مجلس النساء، مجلس الأميرات، فقطعنا أيديهن وقلنا حاشا لله. فزوج زليخة قال إنه من كيدكن، إن كيدكن عظيم، فهذا أيضا كيد. إذن لابد من مواجهة الكيد، المك بالمك، لابد من مواجهة الكيد بالمك. بعض الناس، بعض المصلحين كالرسول الأكرم صلى الله عليه وسلم لم يكن من أهل المك، ترك الأمر إلى الله. وهنا الله تبارك وتعالى عندما تترك الأمر إليه الله سوف يدافع عنك. ولذا نجد أن عندما أي مصلح، أي إنسان قائد مربي يواجهه أهل الكيد بكيدهم، فأمامه خيارين، أما يستخدم المكر أو يستخدم ما ورد في القرآن الكريم من أساليب. أحد الأساليب أن يصبر. الله تبارك وتعالى يقول على الصبر أمام الكيد، وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. بالصبر والتقوى تتمكن أن تواجه هذا الكيد. الأمر الآخر التكتم. الإنسان لا يذيع كل شيء، الإنسان المصلح القائد عليه أن يستعين بالصبر والكتمان. الكتمان، الكتمان هو يرد، هو وقاية من كيد الكائدين. الكيد سببه أكثره هو الحسد والبغضاء. أما إذا استخدم المصلح الكتمان لا يصرح كثير، لا يتكلم كثير، لا، فتجد أن هذا الكتمان سيخلع السلاح من أيدي أهل الكيد. يقول الله تبارك وتعالى يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا. فإذن عندما رأى تلك الرؤيا يوسف عليه السلام، تلك الرؤيا الشمس والقمر، فأباه طلب منه أن، لأنه كان يعرف أن إخوته من أهل الكيد يكيدون عليه ويحسدونه إذا سمعوا منه ذلك، أو يترك الأمر إلى الله تبارك وتعالى، الله هو الذي يدافع عنه. إذا كان مظلوما
وإذا كان كيد الكائدين هو الضرر والظلم بهذا الإنسان المصلح المغير، يترك الأمر إلى الله، الله تبارك وتعالى سيحمي هذا الإنسان المصلح. ولذا يوسف عليه السلام يقول ربي رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، وإلا تصرف عني كيدهن أصبو إليهن أصبو إليهن وأكن من الجاهلين. فإذن نحن أمام موقفين، موقف أن ترد الكيد بالمكر كما ذكرنا، أو ترد أن تترك الأمر إلى الله تبارك وتعالى ليأخذ حقك من الآخرين ممن ظلمك. إن شاء الله سنواصل الحديث يوم غد، تتمة الحديث حول القوى السبعة التي تقف بوجه المصلح المغير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.